لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنضر الله هذه الوجوه الطيبة التي سعت لتجتمع على الخير وتتعاون عليه، سعت لطلب علم، والسعي في طلب العلم مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فخطواته في موازين الحسنات. هذه الخطوات التي نسأل الله عز وجل أن يرفع بها الدرجات وأن يحط بها السيئات، وحرصا من الدعوة على أن تنتهز هذه الفرص وهذه المنح الربانية، وخاصة أننا نستقبل موسما من مواسم الطاعات يجب أن يستثمر. كانت هذه الندوة المباركة نستقبل بها شهر شعبان، ونستعد بها إلى شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. وأولى مشاركات هذه الندوة لفضيلة شيخنا المفضال الشيخ شريف الهواري حفظه الله تعالى وأمد في عمره ونفع به، حول شهر شعبان وما يجب علينا فيه من العبادات والطاعات، وما يستحب لنا فيه من فك عقد الخصام وسلامة القلب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك في كلماته، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. أولا ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من العمل لنصرة دينك يا رب العالمين. كما ندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا شعبان وكذا رمضان، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والهداية والسداد والرشاد، وأن يجعلنا ممن يغتنمون الفرص لا من الذين يضيعونها. أحبتي في الله، ورد في الحديث الطويل: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، مواسم للخير، منح، عطايا، فضائل من الله تبارك وتعالى، ألا فتعرضوا لها. لما يا رسول الله؟ عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ما المراد وما المعنى؟ ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها. التعرض للنفحات، لمواسم الخير، للمنح، للعطايا، للفرص. أولا يا إخواني، من أروع المعاني التي قيلت من السلف في كيفية التعرض
لمواسم الخير والمنح والعطايا، قالوا هو التأهيل المبكر لها قبلها لنرتقي لمستواها كي ننجح في اغتنامها الاغتنام الأمثل، فنخرج منها سالمين غانمين. ولذلك أقول كم من مواسم للخير أتت وطويت، دخلنا وخرجنا ونحن على سيرتنا الأولى، لم نرى أثر لمنحة علينا أو لعطايا استثمرت منا فسمت بها أنفسنا. محتاجين والله يا أخواني أن نقف مع أنفسنا وقفة، أنا وأنت، أنا وأنت أختي المسلمة، كم ضيعنا من منح، من فرص، من مواسم للخير. أقصد أن السلف كانوا يعتنون بمواسم الخير، بالفرص، بالمنح، بالعطايا، فيجتهدون في تأهيل أنفسهم من قبلها حتى إذا مهلت اغتنموها الاغتنام الأمثل وخرجوا منها برصيد أكبر وفعلا بتغير وارتقاء رضي الله عنهم وارضاهم. نحن في أمس الحاجة في ظروفنا هذه، الضغوط من حولينا، الفتن، الباطل وما يجري على الساحة، الأزمات المتلاحقة، ما أحوجنا لنتزود لنسمو ونرتقي ونتقوى على التعامل مع هذه الأجواء وهذه الضغوط وهذه الفتن. يا ربي سلم سلم. أولا المولى تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويفضل ما شاء بما شاء على ما شاء كيف شاء متى شاء. يعني تجدون في التفضيل فضل بني آدم على سائر خلقه، وكذا فضل الأنبياء والرسل، وفضل أولي العزم منهم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأيام والليالي والشهور، فضل بعض الشهور على بعض، وبعض العشرات على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، بل فضل بعض الساعات على بعض، وبعض اللحظات قيل على بعض. أنت ينبغي أن تكون مستعدا لاغتنام الفرصة في أي مكان في أي وقت على أي حال، لأنها ربما لا تأتيك أو لا تدركها أنت مرة أخرى. ولذلك كما طلب الأخوة جزاهم الله خيرا منح شعبان، كان لشعبان مكان عظيم عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المولى تبارك وتعالى خصه ببعض المنح وببعض الأحداث التي هي عالقة في أذهاننا لا تنسى أبدا. قطعا لن نستطيع أن نتكلم في هذه المنح التي في شعبان أو الأحداث التي في شعبان، لكن سنلتقط يعني طرفا منها أراه مهما للتأهيل المبكر لأنفسنا حتى ندرك رمضان ونؤدي رمضان مميز بإذن الله تبارك وتعالى. شعبان يا أخواني لو نظرنا إلى المنح العظمى التي فيه، من أعظمها أنه هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال الحولية إلى رب العالمين، وهذه منحة، وسأبين لك كيف تكون منحة وكيف تفهم أنها منحة فعلا وكيف تستثمر. في شعبان أيضا في ليلة النصف منه كما في الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يطلع المولى تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. هذه منحة تحتاج أن نتهيأ قبلها وأن نتخلص من الشركيات وكذا من الخصومات والمقاطعات والمدابرات إلى آخره، حتى لا نحرم من هذه المغفرة الواسعة التي قال عنها فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أيضا في شعبان حولت القبلة، حدث تاريخي رهيب عظيم فيه دروس وفيه عبر ما أحوجنا إليها، كيفية تعظيم الأوامر التي ترد من القرآن ومن السنة والتسليم التام. تخيلوا معاني عظيمة جدا جدا جدا،
بالإضافة إلى بعض الغزوات وبعض السرايا وبعض المواقف وبعض الأحداث التي وقعت في هذا الشهر، تشعر أنه مليء بما يعني يعطيه ميزة، كأنك فيه تؤهل لتكون مستعدا لرمضان بإذن الله تبارك وتعالى. المنحة الأولى والأثر فيها حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح، وفيه يقول رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر أن يقع في الترتيب بين رجب ورمضان، يغفل الناس فيه عنه ما له، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث في الحقيقة يعني كثير من السلف يقولون هذا الحديث بألفاظه يعد مدرسة تربوية على أعلى طراز. فعلا أسامة معروف حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، زيد كما تعرفونه، يقول: قلت لم أرك، سؤال لأسامة رضي الله عنه، لم أرك هذه تعني الرقابة الشديدة طوال الحول طوال السنة حتى تستخلص هذه النتيجة أنه لا يصوم في شهر من الشهور، طبعا خلى رمضان لأنه فريضة، ما يصوم في شعبان، وهل أنت يا أسامة رضي الله عنك كنت تتابع النبي هذه المتابعة الدقيقة حتى استخلصت هذه النتيجة؟ يقول: ومما تتعجبون بلسان حاله، هذا أمر طبيعي جدا، هذا أسوتي، هذا قدوتي، هذا دليلي إلى الجنة، أمرت باتباعه بالتسليم التام له، بحبه أكثر من نفسي ومالي وولدي، بطاعته الطاعة التامة الكاملة غير منقوصة، ولذلك أرى من الواجب علي أن أدقق النظر في جميع أحواله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا كي ألتزم غرزه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أمرني ربي، الآيات طبعا عندكم في الباب جميلة جدا جدا، كثيرة جدا جدا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، سبحان الله العظيم، معاني في منتهى الروعة والجمال، توضح المعاني التي نريدها في التربية في التزكية في التأهيل لنسمو ونرتقي بمثل هذه المنح. الآيات في الباب كثيرة جدا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ويقول الآيات واضحة جدا، بل ورد ما فيه صريح التحذير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات: أما قال لي ربي إن تطيعوه تهتدوا، أما سمعتم عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآيات في الباب كثيرة، ولذلك أنا أدقق النظر، وهذا ينبغي أن يكون على جميع المسلمين رجال ونساء أن ينظروا إليه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، حيا مرت وكانوا على أعلى مستوى من المتابعة والتدقيق والنظر ليكون التأسي والتطبيق والتفعيل. نحن الآن نطالب بنفس المعنى، بأن ننظر في سنته، أن نتدارسها، أن نتعلمها، أن ننظر كيف كان، مش في شعبان بس ولا في رمضان بس ولا في الصلاة بس ولا في الحج بس، لا، في جميع الأحوال، لأنه الأسوة والقدوة والمثال الذي يوصل إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبوا قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا من الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأحاديث أيضا في الباب كثيرة جدا، يعني حتى لا نكون ضيقي النظر والأفق في المعنى، هذا ليس مقصورا على مثلا بعض العبادات أو بعض الشعائر، لا لا،
هذا مثالك، أسوتك، قدوتك إلى الجنة، ينبغي أن تكون ملتزما لهديه على كل حال، لا تتركه أبدا عليه الصلاة والسلام. فأسامة رضي الله عنه علم هذه الحقيقة فقال: لم أرك شفتكش خالص طوال السنة تصوم كما تصوم من شعبان. وعلى فكرة يا جماعة، مش أسامة بس، كل المحيطين به نقلوا ذلك. أمكم أم سلمة رضي الله عنها تقول: لم أرى، أيضا بنفس اللفظة في رواية، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين قط غير شعبان ورمضان. تقصد بصيغة التغليب، هذا حديث عام ماشي، يقيد بحديث عائشة تقول: ولم أره أكثر منه صياما منه في شعبان. والبخاري أورد: وكان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن الكل كان يعي هذه المعاني، كان يراقب النبي في تصرفاته وأحواله، في سفره، في حضره، في حربه، في سلمه، في صلاته، في حجه، في عمرته، في طوافه، في سعيه، في معاملاته، في أخلاقياته، في سلوكياته، في الأحداث التي تجد والتطورات التي تحدث. كان في تركيز غير طبيعي على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، علموا أنه طوق النجاة وأنه السبيل للوصول لمرضات الله والجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقفة في نظري هي التي نحتاجها في غربتنا هذه. لو لم نخرج من هذا الحديث أو من غيره بغير هذه اللمحة لكفتنا. إرأيكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديثا واحدا في شعبان أنه بادر الصحب الكرام بأن صوموا في شعبان، بأن أكثروا من الصيام في شعبان؟ لم يثبت حديثا واحدا. بل الذي ثبت إيش؟ النقل عنه، الرؤية. أتدرون ما هذا؟ الدعوة الصامتة، التأثير في الآخرين، التأثير الإيجابي مش التأثير السلبي. الأسوة هو الآسر، هو المؤثر في من حوليه. النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظر كل من أحاط به واقترب منه وتعامل معه عليه الصلاة والسلام، فكان الأثر عظيم جدا 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 على الجميع. تأملوا معي، أسامة نقل، أم سلمة نقلت، عائشة نقلت، يروى عن ابن عباس، عن ابن عمر، وعن غيرهم من شباب الصحابة مثل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على الدعوة الصامتة، حتى لما لفت نظرهم وسألوه أجابهم، فانتبهوا واهتموا رضي الله عنهم وارضهم. أنا أريد أن أسألك سؤال وأسأل نفسي أيضا: هل أنت فعلا تمارس الدعوة الصامتة؟ هل أنت مؤثر؟ هل أنت آسر؟ لو في بيتك، لزوجتك، أنت لزوجك مثلا، أنت لأبنائك، للجيران، للأرحام، للزملاء، للأصدقاء، في المواصلات، في الطرقات، في المدرسة، في الشغل، في المصنع، في الأفراح، في المناسبات، لو حدث مشاكل أو خلافات، هل أنت فعلا آسر؟ هل أنت فعلا ملفت للأنظار من حواليك؟ هل بك يقتدي الناس؟ عارفين مشكلتنا الكبيرة إيه؟ إن إحنا فعلا بنفتقد الأسوات والقدوات في أرض الواقع. لو قلت في البيوت يعني أراني قد أصبت، لو قلنا في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في الشركات، حتى في المساجد، في المناسبات، الناس بتبحث عن أسوة وقدوة. الباطل دخل في المضمار وأراد أن يفرض أسوات وقدوات منحطة زي نمبر 1 وما أدراكم، والموضوع مش عايز أتكلم فيه، يعني شباب منحل منحط استعمل كآلة للإغراء والإبهار، المال والشهرة وإلى آخره، لتكون أسوات. وعايز أقول لكم على الأسف الشديد أثروا كثير من أبنائنا نحن، ولا في مبالغة في الكلام؟ كتير جدا مع الأسف الشديد، لأن احنا أهملنا الدعوة الصامتة. الأخوة مثلا اللي موجودين قدامي كلهم مع كل احترام والتقدير، اللي بيخطب مثلا بيدي مثلا مجموعة، بيدي درس وخلاص، لكن مش كل الموجود بيعمل كده. طيب كل الموجود ممكن يمارس الدعوة الصامتة؟ لا يعجز عنها أحد.
لا رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير، لا غني ولا فقير. تخيلوا ان الامر متاح، متاح ومؤثر فعلا. انتوا مش فاكرين الاثر الجميل اللي منقول عن السلف؟ بيقولوا فعل رجل في الف رجل ابلغ من قول الف رجل في رجل. الف واحد عمالين يزنوا على دماغ واحد، الكلام يخش من هنا يطلع من هنا، وواحد بس عمل موقف وتصرف نبيل اثر الف واحد. اثرهم اثر تأثير إيجابي. إحنا محتاجين نراجع نفسينا في موضوع الدعوة الصامتة. حضرتك بتشتكي من الأولاد أو بتشتكي من زوجتك وزوجتك بتشتكي منك، أعظم حل الدعوة الصامتة. أرحامك وجيرانك وزملائك الدعوة الصامتة من غير ما تتكلم. أخلاقياتك وسلوكياتك ومعاملاتك الرقية آسرة، آسرة بكل معاني الكلمة. نرجع للحديث، قال: قلت لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ذاك شهر، أي شعبان، يقع في الترتيب بين رجب ورمضان. خلي بالكم الوقفة الجميلة دي، يغفل الناس فيه عنه. من الناس الذين يتحدث في أوصادهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو هم الصحابة؟ مش الكلام لينا برضو ولمن بعدنا برضو؟ انتبهوا، يغفل الناس فيه عنه. السلف وقفوا وقفة جميلة جدا. بس خلي بالك اوعى تسيء الظن بالسلف ان عندهم غفلات، لكن سميت مجازا بغفلة بلفت النظر، ان انتوا تنتبهوا للأسوة عشان تشوفوا بيعمل ايه في شعبان وفي غيره عشان تقتدوا وتتأسوا، ماشي. لكن دافعوا عن الصحابة فقالوا: انما كانت الغفلة بسبب الاهتمام بالرجب لكونه من الأشهر الحرم. كانوا بيجتهدوا في رجب جدا جدا جدا، صح؟ شهر الزرع كما كانوا يقولون. وكان كل ما رجب خلاص هيرحل كان الشوق والحنين يزداد لرمضان، مش كده؟ فكانوا يتشوقون لرمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فسقط شعبان سهوا لانه ما سمعوش فيه ولا حديث زي ما قلت لكم. فاراد ان يلفت انظارهم بماذا؟ بالدعوه الصامته، بان ركز فصام شعبان إلا قليلا كما سنبين. الشاهد عايز أقول لكم على حاجة، الصحابة كانت غفلتهم عشان نجتهدوا في رجب وبيستعدوا لرمضان. طيب أنا وإنت هل تلبسنا ببعض الغفلات؟ هذا المرض المقعد، هذا المرض المحبط المثبط، هذا المرض الذي يؤدي إلى عزلة عن معان خطيرة جدا جدا، هذا المرض الذي يعني هو سبب مما نعاني جميعا إلا من رحم ربي. أنا عايز أسأل بعض الأسئلة وكل واحد يجاوب على نفسه. أما تشعرون أننا اعترتنا غفلة عن الغاية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى؟ أما علمنا أنه ما خلقنا والجن إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ حصرنا الغاية دي والغرض ده في بعض الشعائر الظاهرة وانفلت العيار وتمكنت الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد، وشرقنا وغربنا وحصرنا الغاية في بعض المعاني بس. ده احنا الناس بيقولوا عليهم كويسين. طيب، أما اعترتنا غفلة عن أن الله تبارك وتعالى علينا رقيب؟ ايه رأيكم؟ أخبرنا أنه الرقيب الحسيب الشهيد العليم الخبير، أخبرنا أن له ملائكة كرام حفظة ورقيب وعتيد، وأخبرنا أن الجوارح هذه ستشهد علينا يوم القيامة، وأعلمنا أن الأرض التي نمشي عليها ستشهد علينا بما وقع منا في هذه المرحلة التي قطعت لنا. طيب، فين استثمار الإيمان بالرقابة؟ فين تفعيل الإيمان بالرقابة؟ فين الأثر؟ هل فعلا تجد له بصمة، له تأثير إيجابي عليك ان انت مراقب ومرصود، وبالتالي تعمل بحيطة وحذر، وبالتالي استقامة وإحسان كمان وانضباط تام، كمن يعلم أنه مراقب في هذه مثلا القاعة من كل جنباتها بأحدث آلات التصوير العالمية،
قبل أن يدخل إليها، هل بالله عليكم سيصنع شيئا يلام عليه أو يعاتب عليه أو يعاقب به؟ لا لا، أظنه يكون محتاط وحذر، حافظ على كل كلمة وكل تصرف، ومبتسم ورجل طيب وهادي وماشي تمام. أين نحن من رقابتي علينا؟ ولا غفلة أدت إلى انفلات، أدت إلى تفريط أو إفراط، أدت إلى تكاسل أو تباطؤ. الموضوع كبير وخطير جدا جدا. من الغفلات الخطيرة أنا بنائي بس بعض الحاجات اللي أنا عايزها تكون إيه ومضات، حتى تنتبه لتغتنم شعبان لتصل إلى أعلى معدل من الاستقبال المتميز لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. الغفلة عن الدين، كبيرة الكلمة دي صح؟ آه. الغفلة عن الدين يعني الدين ده أمانة في عنقنا، عنه سنسأل وعليه سنحاسب. الدين يحارب، الباطل يمكر ويكيد به وبأهله وبمنهجه عقيدة وشريعة، مش كده؟ باطل يعمل على الساق أمور وأمور ليست منه في شيء، فمن للدين؟ الغفلة عن الدين تؤدي إلى الاختراق وإلى القص واللزق كما يقولون، يحطوا حاجات ويقولوا لك دي من الدين، يقول لك مناهج خريبة زي مثلا فكر الدواعش وفكر الشيعة الروافض وغلاة الشيعة وغلاة الأشاعرة وقول زي ما انت عاوز. لو ما كانش عندك أعلى معدلات التركيز في حراسة الدين والذب عن الدين والدفاع عن الدين والغيرة على الدين، لا شك ستسمى غافل عن أعظم أمانة حملت، عن أعظم أمر ستسأل وتحاسب عليه بين يدي المولى عز وجل. خلي بالك المعدل بتاعه معروف، من خذله يخذل ومن نصره ينصر، قاعدة مطردة لا تحتاج إلى كثير كلام. طيب ناخده كم غفلة كده بس عشان نفكر مع بعض. بس الغفلة عن العدو الأول المتربص، كلنا عارفين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، مش كده؟ طيب إيه التدابير اللازمة اللي خدناها؟ هل فعلا واخدين بالنا من هذا العدو الذي يرانا ولا نراه، والذي يتربص بنا في الليل وفي النهار في كل الأحوال وفي كل الأوقات، ويمارس علينا الحيل والخداع والأساليب الملتوية؟ احنا واخدين بالنا من هذا العدو ولا لا؟ لو غفلنا وقعنا في شباكه في شركه، لو انتبهنا واخذنا بأعلى معدلات الحيطة والحذر، إن كيد الشيطان كان ضعيف. وده طبعا بيكون بالعلم والإخلاص والذكر والتوكل والدعاء والتضرع صحبة الطيبين والحذر من صحبة رفقة السوء إلى آخره. طيب الغفلة عن القرآن والسنة، أخبارك إيه مع القرآن والسنة؟ رمضان جاي أهو، إيه علاقتك بالقرآن من رمضان اللي فات لغاية دلوقتي؟ ختمت كم مرة؟ إيه الأحوال؟ جاوب انت مع نفسك، انت اضرب الاحوال. موضوع خطير جدا جدا، ده منهجك، ده في عزك ورفعتك وشرفك ونجاتك مش كده؟ وكذا النبي عليه الصلاة والسلام اسوتك وقدوتك، اين انت منه؟ حسبك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كفايه عليك دول بس. ارانا يعني مش عايز اقول بنتخبط في الطريق، لا لا، المرشد مش معانا، الدليل الخريت مش معانا عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا عن هذه الغفلة مع نبينا عليه السلام ومع القرآن من قبل. معنى مهم جدا. الغفلة مش هيمشي بعيد، الغفلة عن الموت. حضراتكم على يقين في أن الموت حق، وأن الموت يأتي بغتة، وأن الموت على شفا الأنفاس، مش كده؟ طيب حضرتك عملت إيه؟ استعديت؟ جهزت نفسك؟ رتبت أحوالك؟ أم ماذا؟ والله لو نظرت لأيقنت أنها فعلا غفلة عظيمة جدا جدا جدا، تحتاج فعلا أن تراجع هذا المعنى العظيم، معنى في منتهى الأهمية في الحقيقة في نظري. الإمام الحسن البصري كان يقول: ما رأيت يقينا أشبه بشك كيقين الناس في الموت. الناس بتقول الموت حق وما بتشتغلش وتستعدش، من الأكيس في الحديث يوقف ويرفع؟
أكثرهم الموت ذكرى أشدهم له استعدادا، هو ده الكيس العاقل اللبيب، وإلا فالخطر عظيم جدا جدا. قال لك بص بقى الغفلة عن القبر إما روضة وحفرة، طيب الامتحان الصعب اللي فيه ذكرته ولا ما ذكرتش، طيب البعث الحشر العرض الحساب الصراط جنة نار، أين أنت من هذه الأمور؟ الغفلة عنها تؤدي إلى خسران الآخرة، والتفكر الجيد فيها واستحضارها واستصحابها يؤدي إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قال ذاك شهر يقع بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه ما له ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. سؤال مهم، أي أعمال التي ترفع؟ يعني عايزين نتكلم في الأعمال التي ترفع. أولا المولى عز وجل بعلمه الأزلي الشامل المحيط يعلم ما العباد عاملون من قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. لما خلق القلم قبل أن يخلق الخلاق بخمسين ألف سنة قال اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كان إلى قيام الساعة، أرزاق أجل أحوال، فجرى القلم بما هو كان إلى قيام الساعة. انتبهوا، يعني يعلم ابتداء كما أشار سبحانه وتعالى لعظيم سعة علمه، قد وسع كل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. انتبه، ثم كتب، وهذه الكتابة ليست عن نسيان، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. انتبه، ولكن هذا من عظيم قدرته أن كتب كل ما كان يقيم الساعة. طيب ثم بعد ذلك يعلم سبحانه وتعالى العمل حينما يقع على التو والفور ساعة وقوعه، والملائكة تسجله رقيب وعتيد، فهذا يعد رفعا. انتبهوا، وقيل يوجد رفع في آخر اليوم وفي آخر النهار آخر الليل، الحديث فيكم ملائكة يتعاقبون، مش كده؟ في وردية بتيجي من أول النهار مع آخر النهار بتسلم الوردية الثانية وتطلع، فيسألون كيف تركتموهم، فيقدمون تقرير عما رأوه طوال الوردية بالبلد كده عشان توصل المعلومة. إذن هذا رفع. قيل أيضا في رفع في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، رفع خاص تهيأ له والله فرصة عظيمة جدا. بكرة مثلا الخميس، إيش دليل هذا الرفع؟ حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، خصومة يعني، فيقول انظروا هذين حتى يصطلح، انظروا هذين حتى يصطلح، انظروا هذين حتى يصطلح. شوفوا اللطيفة الجميلة دي، شوفوا السلف بيفتشوا، مش الكلام ما يعديش كده. طيب أبواب الجنة تفتح ويرفع من المصالح ومن المخاصم مثلا. قالوا تأملوا إلى هذه السنة البديعة، صيام الاثنين والخميس، هل تركهم صلى الله عليه وسلم؟ حتى مات عليه الصلاة والسلام يترك الاثنين والخميس، عارفين ليه؟ لقوله وأنا أحب يرفع عملي وأنا صائم. إذن في شعبان كان كذلك، وكذا في الاثنين والخميس. ثم يعني عندنا هذا الرفع الحولي، ترفع الأعمال في شهر شعبان. إيش وجه المنحة هنا؟ قال لك إن وجه المنحة هنا أن الأعمال التي علمها وكتبها ولما وقعت وكتبت وسجلت وعليها الشهادة من الملائكة ومن الجوارح ومن الأرض، تخيل هذا المعنى، أيضا تعطى فرصة أن تجمع هذه الأعمال جملة واحدة كدعوة عملية لك. ماذا تحب أن يرفع إلى الله عز وجل من أعمالك التي وقعت من رمضان الماضي إلى هذه الأيام؟ أنت أدرى بما يعني صنعت، ما الذي تحب أن يرفع؟ الرفع الأخير اللي ما فيهوش كلام. وما الذي تحب أن تتخلص منه؟
أكيد أنا وأنت عارفين في نظراته وغدراته وحركاته وتصرفاته وكلمات و إلى آخره. طيب ممكن نشطب أي حاجة؟ هي دي الفرصة بقى، هي دي المنحة. كأن ابن سلم يرغبنا أن ندرك، انتبه قبل شعبان توبة صادقة ونصوح، نتخلص من ذنوبنا ومعصينا التي أنهكتنا والتي أضعفتنا والتي يعني استجلبنا بها على أنفسنا الأمراض والأسقام والوباء والبلاء والغلاء والأزمات، بتوبة صادقة ونصوح. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. خلص، أشطو، امحو ما لا تريد أن يرفع، هذا بيدك، فرصة عظيمة جدا. ماذا لو لم تفعل؟ أنت مضيع لهذه المنحة، لهذه الفرصة، فرصة عظيمة أخي المسلم، لا تضيعها. بادر بتوبة صادقة ونصوح قبل الدخول في شعبان، لتدخل بصفحة بيضاء نقية، فتسطر أول ما تسطر فيها الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ممكن بعد إذنك نسأل النبي صلى الله عليه وسلم كده بعض الأسئلة، وحلوه إجابات برضو مدونة ومحفوظة بفضل الله عز وجل. لماذا لم تقل: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا أصلي مثلا، أو وأنا أجاهد في سبيل الله، أغزو في سبيل الله؟ لماذا لم تقل: وأنا أطوف وأسعى؟ لماذا لم تقل: وأنا أتصدق وأنفق الأموال على الفقراء والمساكين، وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا من سائر الأعمال المعروفة من الأعمال الصالحة المفروضة والمسنونة؟ لماذا خصصت الصيام؟ السلف جمعوا لكم إجابات راقية جدا جدا. قال بعضهم: أقول لكم، لأنه كان يعلم أن الصوم لله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عندي مكانة عظيمة جدا جدا جدا. ثانيا بعضهم يقول: لأن الصيام أبعد الطاعات والقربات عن الرياء، عبادة السر، أنت ممكن تخش وتأكل وتشرب ومحدش شافك وتكمل، لكن لم تفعل لك تعلم أنك مراقب، في استحضار واستشعار للمراقبة. الثالث قال: لا لا لا، عندي الإجابة. ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب الوصية الجامعة الشاملة: عليك بالصوم فإنه لا عدل، لا فيش حاجة زيه بالبلدي، ما فيش حاجة زيه، سبحان الله، مدرسة تسكوية على أعلى مستوى. تخيل تضيق بها مجاري الشيطان، تنكسر بها النفس، تخبت، تقبل، يعني تخضع، تنقاد، تقترب من القرآن من السنة، يكون فيها شوية رحمة وحنية وبذل إلى آخره، مش كده؟ واحد ربع عندي أنا وجدتها إيشي؟ قال: مع عظيم مكانته وكما أخبر عن نفسي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كان يخاف من النار جدا عليه الصلاة والسلام، أنه أمن منها بالنص، صاحب المقام المحمود، مش كده؟ ومع ذلك كان يخاف من النار جدا. قال: أراه التزم كثرة الصيام وقدمه، لأن الصيام من أعظم الأعمال من جهة من النار. الحديث: الصوم جنة وقاية. على فكرة في تفسير للسلف جميل جدا، احنا كلنا فاهمينها كده من زمان، ان صوم جنة يعني وقاية من النار. لا، مش كده وبس، وقاية من الشرور والأثام، وقاية من الانزلاق والانحراف، وقاية من الفتن، وقاية من ومن ومن من حاجات كتير. الصوم ده يعني بفضل الله وقاية لك، لان الاعمال دي كلها برضو بتودي للنار. فمن باب اول الصيام ايه يعني تغلب عليها باكملها فضل عز وجل. طيب، حد عنده حاجة تانية؟ واحد قال: انا عندي كلام جميل جدا. ايه؟ قال: لانك بالقليل من الصيام تتوصل لاعلى الاجور وتفوز اعظم الفوز. اما سمعتم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وديه والنار قد ايه؟ 70 خريفة. طيب لو صام يومين يبعد عن النار كام؟ 210، مش كده؟ 140 قصدي. طيب لو ثلاثة؟ 210. ما شاء الله، لو ابعد بقى زي ما انت عاوز، عايز تقرب براحتك، بس هنخاف عليك، عايزينك تبعد. لا لا لا، في اروع من كده؟ في. ما انت لو بعدت عن النار عايز تروح فين؟ جنة، مش كده؟ خذ عندك هذا الحديث. هذا الحديث من المنح الخاصة. يعني المنح الخاصة؟
التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحب الكرام لعظيم بذلهم وما قدموا لنصرة هذا الدين. حذيفة رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة كلهم حواليه فدخل حذيفة قال يا حذيفة قال لبيك يا رسول الله تأمرني يا حضرتك. قال يا حذيفة من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. قال بعض السلف أي بلا حساب ولا عذاب. عارف يعني لو ربنا ختم لك باليوم ده وانت عندك يقين الموت عليه على شفا الأنفاس ممكن تموت في لحظة. سبحان الله ممكن يختم لك فتدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بنص هذا الحديث وتفسير السلف له. حاجة يعني صراحة حاجة روعة جدا جدا جدا. أنا أزيدكم من البيت شعرا. قعدت أفكر كده وأقلب وأدور فخرجت بفكرة يا رب تكون مقبولة عند الله أولا ثم منكم. قلت أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدعم بالوحي من السماء مش كده ولا عندكم اعتراض صح؟ وأنه كان له نظرات بعيدة والمولى عز وجل كان يطلعه على أمور كثيرة مما قد سيقع وكأني به عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ محبيه من يحبونه في دورة تدريبية مكثفة على الصيام استعدادا لرمضان لأن الناس سيهجرون الصيام ويدوبك يصوموا رمضان بالعافية والناس لما بيخشوا رمضان كده وش على طول عدل مع أول يوم ترون ما لا يخفى عليكم. أنا أوصف لكم وصف كده وقولوا لي لو غلط قولوا غلط ما تجملونيش. تلاقي أول يوم في رمضان مش متعود على الصيام تلاقي مدخن الشرر طالع من عينيه محتقن مش مستحمل كلمة لزوجته ولا للأولاد ولا وهو ماشي في الطريق ولا هو راكب المواصلات ولا وهو في الشغل لا لا ده هو في المسجد الناس بتتعارك في المسجد في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم رمضان فين لما الرمانة تتزبط كده بعد أسبوع ولا حاجة صح الكلام ده ولا بعيد. فأراد صلى الله عليه وسلم في نظري هذا ما أتمنى أن أكون قد أصبت أن يأخذ محبيه في دورة تدريبية مكثفة على الصيام يعني يصوموا تقريبا نصف شعبان ويزودوا عليه شوية شعبان إلا قليلة ماشي يعني إيه أكثر من النص. لو صمنا النص كله وخدنا الاثنين والخميس حلو قوي ولو زودنا برضو حلو ثم نفصل إلا إذا كان يوم الشك صيام اعتدناه نصومه لا حرج كان الاثنين والخميس فنكثر من الصيام. النتيجة المردود قال لك نقل في الطاعة نتعود عليها نحبها نرتاح عليها خلاص ما يكونش النهم اللي موجود في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم للناس اللي ما كانتش بتصوم لا عايز يجيب كل أنواع الأكل اللي في السوق وعاوز زوجته تعملها له كلها وحطها كلها ويعني مسكين مش هياكل منها ولا حاجة صح ولا لا. لكن لو تعودت على الصيام عادي جدا تاكل أي حاجة ومشيها بأي حاجة والدنيا تمشي مدرسة لتعلم الزهد والتقشف وإلى آخره. فعشان كده بنقول إن هو دورة تدريبية مكثفة. إحنا دخلنا رمضانات كثيرة جدا جدا صح وطلعنا منها وعدنا إلى سيرتنا الأولى. أرى من أعظم الأسباب أننا لم نؤهل أنفسنا التأهيل الجيد في شعبان عشان تدخل رمضان ولياقتنا البدنية عالية لياقة الصيام لياقة الطاعات لياقة القيام والقدرة عليه. درب نفسك في شعبان أنت وزوجتك وأولادك على الصيام والقيام وقراءة القرآن عشان لما يجي رمضان خلاص تقطعوا شوط كبير حسوا باب نقلة نوعية عالية جدا جدا جدا. هذه هي المنحة الأولى وأرى أن الوقت قد داهمنا طبعا عشان معنا شيخنا وأستاذنا الشيخ سعيد طبعا منح كتير والكلام كتير مش هنقدر نتكلم تاني أكثر من كده قدام الشيخ سعيد. سلامة الصدر ما هو ده احنا دي مقدمة بقى. أرى والله أعلم أننا إذا أقبلنا على الله بصدق إن تصدقوا الله يصدقكم ومن يتحرى الخير يعطى وأردنا أن نسمو بأنفسنا مع شعبان وبدرنا بتوبة صادقة ونصوح وعقدنا العزم هذه المرة على اغتنام شعبان
كي نغتنم رمضان اغتنام الأمثل ستسلم الصدور، ستصفو الصدور، ستسمو بنا الصدور. الموضوع طبعا طويل والكلام فيه كتير، أكتفي بهذا القدر وأدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات من العمل، وأن يبلغنا وإياكم شعبان، وأن يبلغنا وإياكم أيضا رمضان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع المحاضرة الثانية للشيخ سعيد. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الشريف الهواري على هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في موازين حسناته وحسنات السامعين، وطوف بنا فضيلته حول شهر شعبان وما ينبغي أن يكون فيه من الاستعداد لشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. ركز فضيلته على قول سيد على أسامة، قول أسامة لم أرك، فعيوننا لابد أن تكون معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وكذلك أيضا بالمربين. يعني هكذا كان السلف يعني ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعيونهم معلقة بقوله وفعله، ونحن كذلك أيضا، فلا تزال سنته صلى الله عليه وسلم بيننا. لكن أنا أيضا ألفت النظر إلى حاجتنا إلى أن تتعلق عيوننا بعيون المربين المصلحين، وهي حاجة ملحة في الحقيقة أن يكون لك شيخ مرب عينك متعلقة به، تتعلم منه، تتعلم من قوله، من علمه، تشرب من علمه، وتشرب أيضا من سلوكه وأخلاقه. كذلك عالج معنا مرض الغفلة المستبد في كثير من الناس، والذي خشي علينا أن يعني نتأثر به، ونحن يعني كما قال الناس تنظر إلينا أننا أفضل الناس، فنعوذ بالله من مرض الغفلة. فكن يعني كقطعة السكر، يعني نحن نحتاج إلى أن نصل بأنفسنا إلى أن نكون كقطع السكر، فحاجة المجتمع حولنا ملحة إلينا، الناس يحتاجون إلينا، ولن نصلح ما حولنا إلا إذا أصلحنا أنفسنا. فلندع مرض الغفلة ونعالج أنفسنا، الغفلة عن الدين، الغفلة عن العدو المبين، الغفلة عن القرآن والسنة، الغفلة عن الموت والآخرة. وشهر شعبان فرصة ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، نجتهد في الطاعات وخاصة الصيام، ولتسلم الصدور، لتسلم صدورنا لبعضنا وللناس جميعا، للناس جميعا. يعني حين ترفع الأعمال تحجب أعمال أهل الشرك وأهل الشحناء، وإذا كانت الشحناء بين الناس فوجودها بين طلبة العلم وبين المتسننين مرض من أخطر الأمراض. يعني حين يسمع الواحد أن الشحناء دبت بين أخوين يسلكان طريق الهدى والصلاح، هذا يحزن في الحقيقة، فلتسلم الصدور، نخرج هنا. قال لا شيء إلا ما رأيت، أصلي ما رأيت، لا شيء
إلا أني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. فنريد أن تسلم القلوب لبعضنا ولجميع الناس، ونتخلص من عقد الشحناء والإحن التي في الصدور التي تعطلنا وتحجبنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه. عشنا شهر رجب وسمعنا فيه من اللغط حول معجزة الإسراء والمعراج ما سمعنا، حتى صرفونا عن المعاني العظيمة والعبر الجليلة في معجزة الإسراء والمعراج. ويبدو أنه هدف يستهدفون به أن يفصلونا عن تراثنا، وأن يبعدونا عن مقدساتنا، ويجعلون الكلام في زاوية بعيدة عن المسجد الأقصى. والشيخ سعيد الروبي حفظه الله تبارك وتعالى ومد الله عز وجل في عمره، سيطوف بنا وبكم حول الإسراء والمعراج، الدروس والعبر وعلاقة هذه المعجزة الكبرى بمسجدنا الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود، وأن يكتب لنا فيه صلاة، إنه أهل ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا مأجورا. بركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معجزة الإسراء والمعراج، أو رحلة الإسراء والمعراج، أو حادثة الإسراء والمعراج. يعني بعض العلماء يحب يقول عليها معجزة الإسراء والمعراج، والبعض بيبعد شوية عن الكلمة دي علشان في مسائل بتتفرع منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه بالآيات كان فيها آيات ما كانتش تحدي للمشركين، فيقول بلاش كلمة معجزة، خليها إيه؟ رحلة الإسراء والمعراج، وهي رحلة. والبعض يقول حادثة الإسراء والمعراج، وكل دي مسميات لحدث واحد، الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، هذه المعجزة أو الرحلة أو الحادثة، وقعت في عام سمي في التاريخ بعام الحزن. والحقيقة مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمى العام ده بعام الحزن، إنما سمي بعام الحزن، وهو العام العاشر من البعثة. السنة دي كان فيها عدة أحداث. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، فردوا عليه بأسوأ الردود، وعاملوا أسوأ معاملة، وأغروا به سفهاءهم، فصفوا له صفين، ورموه بالحجارة، وسبوه وقذفوه وجرحوه صلوات ربي وسلامه عليه. ده كان في سنة 10 في أول عام. وبعدين في نفس العام توفي أبو طالب عم النبي
صلى الله عليه وسلم. ووفاة أبو طالب كانت فجيعة، مصيبة، خسارة. أبو طالب استمر في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورعاية أموره ونصرته 43 سنة. بعد 43 سنة مات أبو طالب، فده خسارة وفاجعة ومصيبة، سببت حزن شديد للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفاصيل كده حوالين وفاته مش وقت الكلام عنها. وبعدين بعد أيام قليلة توفيت خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقى عندنا وفاة أبو طالب خسارة وفاجعة ومصيبة وألم وحزن، وبعد منه وفاة خديجة بأيام قليلة جدا. وهنا برضو نقف وقفة، سبحان الله، وليه ربنا قدر على النبي المصائب ديت ورا بعض وقريبة من بعض؟ أولا طبعا أسهل إجابة إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دي أبسط إجابة وأسهل إجابة. إنما عايز أقول فيها دروس طبعا، فيها حكم. عايز أقول إيه؟ إن حضرتك لو جالك عدة مصايب كتير وتقال ورا بعض ما تقعدش تقول هو في إيه؟ خلي بالك سيدنا النبي في السنة دي كذا حاجة مؤلمة وهو سيدنا النبي. وكان ممكن وفاة خديجة تبقى بعدين، بعد 20 سنة كمان، ولا وفاة أبو طالب بعد 10 سنين كمان، هم في نفس التوقيت، بينهم أيام قليلة وحزن وألم وفجيعة. وفي الجو ده جيت الإسراء والمعراج تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تصبير للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعجزة دي ما كانتش تحدي للكفار ولا آية يعني للكفار، لا، إنما دي كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة الإسراء والمعراج حصلت حاجات كتيرة جدا، أنا مش هاخد في التفاصيل لأن التفاصيل لوحديها محتاجة وقت طويل جدا. إنما باختصار، في رحلة الإسراء النبي شاف فيها حادثة شق الصدر، شاف الأحداث بتاعتها في اليقظة طبعا، ودي حاسة كبيرة جدا وخطيرة جدا ومهمة جدا، وما كانتش الأولى، ما كانتش الأولى، ده يمكن التالتة. إن في حادثتين مشهورين قوي، حادثة شق الصدر الأولى والتانية، وفي بينهم التالتة الحقيقة، ودي يعني وكل واحدة من دول مختلفة عن التانية تماما في الحكم يعني والغايات. فحادثة شق الصدر التالتة اللي احنا بنتكلم عنها، وكمان احيانا بعض العلماء يقولوا الرابعة، دي صدر النبي اتشق وطلعوا قلبه ملايكة وغسلوه وحشوه ايمانا وحكمة. القلب اتحشى ايه؟ لان في حوادث شق صدر قبل كده كانت مختلفة، يعني اتعمل في القلب حاجات تانية. اول مرة اخرج حظ الشيطان من الرسول صلى الله عليه وسلم واترمى. تاني مرة اخرج من قلبه الغل والحسد. تالت مرة ما فيش حاجة طلعت، امال حشي القلب ايمانا وحكمة ليه؟ عشان في رحلة، في رحلة جاية الإسراء، وفي رحلة تانية المعراج، محتاجة إيه؟ الحشو ده، إيمان وحكمة. أنا هقول لك باختصار. وبعدين النبي ركب البراق، والبراق برضو عايز كلام هو لوحده، البراق. وبعدين النبي شاهد مشاهد في الطريق، شاف الدنيا في صورة امرأة عجوز، وشاف الشيطان، وشاف سيدنا موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، وشاف مشاهد لحد ما وصل لبيت المقدس، تحديدا للمسجد الأقصى، والنبي نزل وربط الدابة في الحلقة
التي كان يربط فيها الأنبياء. وبعدين النبي دخل المسجد وصلى. وإيه؟ وصلى. صلى لوحده ولا صلى بالأنبياء؟ يمكن نقول كمان شوية، أو يعني سواء دخل النبي صلى لوحده نسميها تحية المسجد، وبعدين لما نزل من المعراج صلى بالأنبياء وقت صلاة الفجر، أو العكس، إن النبي لما دخل صلى بالأنبياء إماما. وإن كنت يعني أميل إن هو النبي صلى ركعتين الأول لوحده وبعدين صلى إماما بالأنبياء بعد انتهاء رحلة المعراج، وأتي بإناء من اللبن والماء والخمر وخير، وبعدين بدأ المعراج وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، السماء الأولى، وطبعا معاه جبريل عليه السلام. وبعد جبريل طرق الباب بيستأذن من؟ قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له السماء فيها أبواب، والنبي دخل أو صعد من الباب. سيدنا النبي شاف السماء الأولى، سيدنا آدم أبو البشر، وشاف النيل والفرات، وشاف الجنة والنار، وشاف المعذبين والمنعمين، وشاف يعني شاف مشاهد يعني. وبعدين شيعه مقربه السماء لحد السماء التانية، وبعدين نفس القصة، جبريل بيستفتح في السماء التانية شاف سيدنا عيسى ابن مريم، في السماء التالتة شاف سيدنا يوسف، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن والجمال. في السماء الرابعة شاف سيدنا إدريس، في السماء الخامسة شاف سيدنا هارون، في السماء السادسة شاف سيدنا موسى، في السماء السابعة شاف سيدنا إبراهيم مستند بظهره إلى البيت المعمور حيال الكعبة فوق الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. اليوم الواحد 70,000، والحد يوم القيامة ما بيجيش عليهم الدور تاني، يبقى عدد الملائكة قد إيه؟ أقعد أنت تتخيل. وبعدين رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وشاف عندها جنة المأوى، وشاف جبريل على حقيقته، ثم رفع إلى حيث يسمع صريف الأقلام، وما كانش معه بقى جبريل، هو لوحده، هو لوحده رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام لوحده، فبلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أعلى واحد في الدنيا، أعلى واحد في الخلق، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى دي المنزلة، اقعد بقى فكر فيها، أعلى من جبريل، أعلى من الملائكة، أعلى خلاص. وربنا كلمه وفرض عليه 50 صلاة، واداله يعني مبشرات، وبعدين النبي نزل إلى سدرة المنتهى. طبعا السدرة لما النبي شافها قال الأوراق بتاعتها كأذان الفيلة ومثل كذا، والثمار بتاعتها زي كذا، وقال غشيها ألوان لا أدري ما هي، أنا ما أعرفش الألوان دي إيه. يا سبحان الله، طب انت يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف الاحمر والاصفر والاخضر والازرق والاسود والابيض، عارف كل الحاجات دي، بس يقول الوان انا مش عارفها ايه. الله، يا ترى ايه الالوان دي؟ لما نروح نبقى نشوف بقى، يا رب نروح ونشوف سدرة المنتهى ونشوف ايه الالوان اللي النبي بيقول لا ادري ما ايه. تعرفين احنا في الدنيا عمين يخلطوا الالوان، صح؟ يحط ده على ده، طلعوا لحد النهارده 360 لون من خليط الالوان، حط ده على ده يعمل درجه، وحط ده على ده يعمل درجه، وده على ده 360 لون، بس في الوان بقى غير كده خالص، يا ترى دي اسمها ايه؟ الله، لما نروح كلنا يا رب كلنا بسلام وامان من غير عذاب ومن غير حساب، ونروح بقى ان شاء الله
سدرة المنتهى، ودي عجيبة جدا. وبعدين والنبي شاف حاجات تانية، آيات يعني، والنبي نازل عدى تاني على مين؟ سيدنا إبراهيم، فبعت لنا السلام. الله، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. الله الله الله، ها؟ وأبلغهم أن الجنة قيعان أراضي غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل ما تقول حاجات دي هتغرس في الجنة بتاعتك بقى زرع ونخيل وأشجار. ده سيدنا إبراهيم بعت لنا إيه؟ السلام والنصيحة دي. فالنبي لما نزل عد على مين؟ سيدنا موسى، قال له أمتك مش حطيه الخمسين، متستعملهاش، أنا عالجت الأمم قبلك بني إسرائيل وما قدروش كده، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وبقى النبي فعلا يعني وراجع إلى الله وسأله التخفيف لحد ما بقوا إيه؟ خمسة، هم 55 في الميزان. شوف كرم ربنا، تمام. وبعد النبي نزل، النبي يقول كلما مررت على ملأ من الملائكة قالوا يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة. وصية مننا لأمتك الحجامة، أتنفعهم وتحميهم. وفي مشاكل كتيرة جدا حمايتهم ومصلحتهم فين؟ في الحجامة. ده النصيحة دي جاية لنا من مين؟ يعني كله عايز، اللي عايز يسلم علينا، واللي عايز يخفف عننا، واللي بينصحنا نصيحة طبية. الله، ليلة، ده ليلة دي للنبي وللأمة، وحاجة جميلة جدا. وبعدين النبي نزل وصلى تاني في المسجد الأقصى. لما النبي نزل في المسجد الأقصى سمع صوت أذان، أذان أنا مش عارف مين، مش عارف. وبعدين لقى جبريل بيقول له تقدم فصلي، صلي. لقى كتير جه، قال خلفك كل نبي. طبعا النبي يبقى ايه؟ يبقى الرسل كمان. قال له اللي ورا منك دول كل الانبياء. كل الانبياء يعني كام؟ 124,000 نبي، والنبي صلى بيهم. الله على الصلاه دي. يا ترى النبي قرا بسوره ايه؟ ما اعرفش. لما نخش الجنه نسال، والجنه ما فيش حاجه ممنوعه، لهم ايه؟ ما يشاءون فيها ولدينا، اي حاجه انت عايزها ما فيش حاجه ممنوعه. نبقى نسال بقى النبي صلى بيهم بسوره ايه. واحد لسه قاري كاتب النهارده شبهه، بيقول هو النبي هو كان في صلاه، هو النبي صلى بيهم ازاي؟ يا عم في صلاه، ده الصلاه اتفرضت من تاني يوم، تاني يوم نزل في الوحي بسوره ايه؟ المدثر، يا ايها المدثر، بعد فتور الوحي تاني يوم نزلت الصلاه والوضوء، بس كانت ايه؟ فريضتين بس، وكل فريضه ركعتين. يعني من اول الاسلام والصلاه موجوده، والنبي يصلي، ونزلت سور. فلما النبي هيصلي في ليله الاسراء والمعراج، ما هو الليله بس ده زادوا، بدل ما كانوا فرضين بقوا كام؟ خمس بس. والنبي صلى بيهم صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل بقى الخشوع اللي في الصلاه، انبياء وبيسمعوا القران والنبي صلى بيهم. يا على الصلاه الجميله دي، يا على المنظر، يا على المشهد، يا على الجمال والجلال والهيبه الله. وبعدين النبي رجع صلوات ربي وسلامه عليه، رجع هو في السكه عدى على قافله لقريش، والقافله دي في جمل منها تاه، واحد راح وجابه وضمه للقافله، والنبي شاف الترتيب بتاعها ولقى ان القافله دي في جمل معين هو اللي ماشي قدام باستمرار، عليه غطا او قماشه سودة، وعليه غرارتان زي بلصين، واحد من هنا واحد من هنا، الاثنين سود. شافهم في السكه والنبي رجع. وبعدين طبعا صلى الصبح في بيت المقدس،
الصبح، وبعدين رجع في لمح البصر يعني الصبح برضه هيكون في مكة، والنبي قاعد عند الكعبة يظهر أنه في الحجر أو قريب أو من الحجر، والنبي قاعد. طبعا يعني تأثير الرحلة دي، التأثير، الأحداث، الإسراء، الآيات اللي النبي شافها، والمعراج، الآيات اللي النبي شافها، أكيد الجو ده لسه مهيمن ومسيطر على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد واجم بيفكر اللي حصل، عدى عليه أبو جهل راح جاي قاعد جنب منه، قال يا محمد هل من جديد؟ قال نعم. الصدق بقى، نعم. قال وما هو؟ في بعض الروايات ان ابو جهل قال له ايه، هل من مغربة خبر؟ في خبر غريب، يعني كأنه حس ان الهيئة والقعدة دي في حاجة غريبة، هل من مغربة خبر؟ قال النبي نعم، والنبي اختصر في الإجابة، ما بدأش يتكلم، نعم. قال وما هو؟ ايه الخبر؟ قال اسري بي الليلة. ما قالوش فين، شوف الكلام ايه، اختصار اختصار اختصار، اسري بي الليلة. قال الى اين؟ اسري بي يعني انتقل بي بالليل. قال الى اين؟ فقال النبي الى بيت المقدس. هنا بداية الصدمة، بداية الى بيت المقدس، كانوا بيروحوها في شهر ويرجعوها في شهر، فالنبي قال له الليلة، الليلة اسري بي الى بيت المقدس. فقال ابو جهل واصبحت بين الظهرانين، ما بيقول لك الليلة ودلوقتي الصبح يبقى ايه؟ ايوه بس الصدمه، واصبحت بين الظهرانين وصابح معانا؟ قال النبي نعم. فلم يشا ان يكذبه، ما رضاش ان يكذبه الاول ابو جهل، طبعا ده دماغ كبيره بس في الشر، في الشر. معنى صريف الاقلام الملائكه اللي حول العرش، الملائكة اللي حوالين العرش اللي بيكتبوا مقادير الخلق اللي بينقلوا من اللوح المحفوظ مباشرة، الملائكة اللي بينقلوا من اللوح المحفوظ وبيكتبوا وبعد كده يسلموا لجبريل وغير جبريل من الملائكة. صريف الأقلام يعني الملائكة معهم أقلام بينقلوا من إيه؟ من اللوح المحفوظ. كنا قلنا وصلنا لحد فين؟ معلش السؤال. ابو جهل ما رضاش ان هو يكذب الاول، قال ارايت ان جمعت لك قومك تحدثهم بما حدثتني به، ولا تغير كلامك اللي انت قلت لي ده هتقوله تاني لو جمعتهم؟ قال النبي نعم، جمعهم وقول لهم. فقال ابو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي، الكلمه دي تجمع كل القبائل لانهم كانوا بيقعدوا من الصبح كل قبيلة مكان، فانتفضوا إليه وانفضت إليه المجالس، كل المجالس فضيت وراح عند أبو جهل، فجلسوا حولهما. تخيل بقى الجلسة، النبي قاعد وأبو جهل قاعد وكله قاعد، كام واحد؟ كتير. قال حدثهم، أخبرهم بما أخبرتني به. فقال النبي أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا وأصبحت بين الظهرانين، أيوة طبعا غير لما يقولها ما تعرفوها أنتوا، وأصبحت بين، قال نعم. الرواية بتقول إيه بقى؟ فما بين مصفر وما بين واضع يده على رأسه، يعني إيه اللي بيصفر؟ كان بيقول لا ده كبيرة دي كذبة واسعة قوي، ما مقدرش يسيطر، واللي حط يده على رأسه معناه إيه؟ يا ده فوخي مش قادر استحمل، نفوخي حقيقي كبيره. دول الكفار ما يصدقوش، شوف التصرفات بتاعتهم. ولسه هيتكلموا، فواحد منهم كان سافر وعارف معالم، قال حدثنا عن اياته لله، المسجد الاقصى والقدس والمسجد الاقصى. قال حدثنا عن اياته، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن آياته، ثم التبس عليه الوصف. الوصف في حاجات نساها، هي ما أول مرة النبي يروح فيها. فجل الله له المسجد الأقصى كأنه ينظر إليه
أمامه. جينا بقى المسجد اتنقل قدام النبي فقعد يقول لهم هنا كذا، وهنتكلم عن المسجد الأقصى. فقال الرجل: أما الوصف فصدق. أيوة، طب وبعدين والخطوة اللي بعديها ما تخش بقى قول بقى صادق. لا، سكت وبدأوا يتكلموا كتير، يقولوا ده الكذب، هو ده الكذب كده. فالنبي قال لهم: أنا زيدكم بقى، أقول لكم حاجة أكتر من كده. في قافلة ليكم جاية وكان فيها جمل تاه، وجابوا فلان الفلاني، وفي أولها جمل صفته كذا، لونه أورق، وعليه كساء كذا، وعليه كذا وكذا، وهم في المكان الفلاني، وحييجوا في الوقت الفلاني بعد ثلاث أيام الظهر. بعد ثلاث أيام طلعوا الظهر، استنوا. فجاءت القافلة زي ما النبي قال بالضبط. فسألوهم: هل أضللتم بعيرا؟ قالوا: نعم. من جاء به؟ فلان. طب ايه الجمل اللي جه الاولاني؟ الجمل قالوا له كذا وكذا. اما الوصف فصدق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. خد بالك بقى من اللي جاي. نفس اللي قاعدين مشوا، راحوا لمين؟ كل قبيله راحوا للمسلمين اللي عندهم، ما القبيله فيها مسلمين وكفار. فالكفار قالوا للمسلمين: شفتوا محمد بيقول ايه؟ لا ما شفناش. ده بيقول ان هو اسر به الليله الى بيت المقدس ثم اصبح بين ظهرانينا. بعض المسلمين ارتد، قالوا: لا نصدق محمدا في هذا. كنا مصدقينه قبل كده، بس دي مش مصدقينه. يا خد بالك من الموقف ده، عشان هاجي لك لوك تاني كمان شويه. بعض المسلمين ارتد، واللي ارتدوا دول قتلوا مع ابي جهل كفارا في غزوه بدر. بس قبل غزوه بدر، المسلمين دول اللي راحوا لابو بكر الصديق، خد بالك، قالوا: هل سمعت ما يقول صاحبك؟ سامحوني في الكلمة اللي هقولها، قلة الأدب بدأت تظهر. ده امبارح كانوا بيقولوا صاحبنا، النهارده بيقولوا بكر صاحبك. عارف أنت لما حد يقلب على الشيوخ، شيخكو بيقول كذا، ما كان شيخك. وش ده ما كانش، مش كان شيخك؟ لا دلوقتي خليني أقول لك شيخكو بيقول كذا. أمثلة متكررة كتير. فقالوا له: بكر إيه؟ صاحبك بيقول كذا كذا. قال: لئن كان قال فقد صدق. لو قال يبقى صادق، من غير ما اسمعه، من غير ما اشوفه. لو قال: وإنما انطلقوا بنا، يلا بينا أنا معاكم. تاني، خد بالك المواقف دي. فرح أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أين كنت منذ الليلة؟ افتقدتك. ساعات بشوف بتصلي بالليل عند الكعبة، انت الليلة غبت. فالنبي قال له: أسري بي الليلة إلى البيت، إلى المسجد الأقصى. بس قال رسول الله: صف لي آياته. فوصفها، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. مرة قال لهم: إن كان قال فقد صدق، ومرة بيجدد الشهادة: أنت الرسول. وبعدين أبو بكر قال لهم كلمة عجيبة قوي، قال لهم: إني لأصدقه فيما هو وراء ذلك، في خبر السماء. ده لو قال لي حاجة حصلت في السماء، إنما ما لهمش على المعراج، خد بالك. والنبي كلمه على المعراج، ما جابش سيرة المعراج، قال لهم بس: أسري بي الليلة إلى إيه؟ إلى بيت ده النبي قال لهم ما قالهمش أنا شفت كذا، ولا المسافة بس، وما كلمهمش عن المعراج. فبكر لهم: يعني ده انا اصدقه فيما هو وراء ذلك، هو اللي صدق بس خبر ده، لو قال لي حاجه في السماء مصدقه مسبقا. الله. فاليوم ده سمي ايه؟ الصديق. وانتهت انتهى الموضوع هنا. في بقى شويه وقفات، عشان اول حاجه
طبعا الآيات اللي نزلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. والآيات اللي سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة إيه؟ اللي هي الألوان اللي تلقوا عليها دي ما زاغ البصر وما طغى. عارف يعني إيه ما زاغ البصر وما طغى؟ يعني النبي إيه من تعذبه ما كانش بيحاول يبص للأبعد. ما زاغ البصر وما طغى ما تجاوز حدود الأدب، سامحوني في الكلمة بس على الباشي كده. ساعات لما تروح بيت واحد صاحبك تبقى انت عمال تبص هنا وعمال تبص هنا وتشوف العفش عامل ازاي والمكان ده عامل ازاي وتبص للي ورا اللي ورا، مش كده ولا ايه؟ الادب لما تروح عند حد ما تبصش بقى، ما تخليش البصر بتاعك يضغى، تقعد تبص على المكان، وخصوصا بقى لو انت من اهل النقد. يا خبر نكد نكد بتوع النقد دول، انا بقول عن تجارب يعني، مش عايز احكي في عشان ما نخشش في حاجات جانبيه يعني. فالبصر ما زاغ البصر وما ايه، ما كانش النبي حاول يشوف اكتر من المسموح له بيه يعني. احنا وصلنا لحد فين؟ لا ايوه انا عايز اجيب الخيط من اوله، ساعات الحاجات الجانبيه دي بس هي مهمه يعني. لا خلاص عدت انا كنت بتكلم في الايات اللي نزلت في المناسبه، الايات خلاص. سبحان الذي اسرى بعبده، فكروني تاني هرجع لها تاني بس هقف لكم هنا واقفه شويه. واحد من الكتاب بتوع اليومين دول بيقول لنا الاسراء ده مش خاص بالنبي. عمد جبت الكلام ده منين؟ يقول لك بص الآية نمرة 2، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الإسراء ده بتاع سيدنا موسى. إيه رأيكم في الكلام؟ هو فات منه حاجة في الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إيه؟ الحرام إلى المسجد إيه؟ إيه اللي جاب سيدنا موسى للمسجد الحرام؟ والمسجد الأقصى إيه؟ ده سيدنا موسى ما راحش المسجد الأقصى، ما دخلوش، وما راحش المسجد الحرام، وراح كده إيه في حج أو. فأنت جاي تقول أنت بتشكك في إيه؟ ده الآية بترد عليك أنت دي بالمناسبة يعني. وبعدين الآيات اللي في سورة النجم هنا بقى، في آية في القرآن الكريم في سورة الإسراء نزلت عن الإسراء والمعراج، وناس كتير ما يعرفوش ان دي متعلقة بالإسراء والمعراج، وهي دي الدرس هركز عليها شوية في الكلام بتاع اللي جاي. ايه الآية دي؟ هي قول الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. في صحيح البخاري عن ابن عباس في قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين يعني حقيقة، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. هي رؤيا إيه؟ يعني عين، يعني بالروح والجسد، مش رؤية منامية ولا رؤية قلبية، عين شهادة يقظة بالروح والجسد. ده تفسير ابن عباس في صحيح البخاري. تاني، هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. والشجرة البلعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم، زي ما النبي شاف سدرة المنتهى شاف شجرة إيه؟ شجرة الزقوم دي في النار.
وموصلة لكل النار برضو. ايه رهيبة يا كمان. المقصود ايه؟ ربنا سمى اللي النبي شافه في ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس. تاني اسمع الآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا إيه؟ يعني الإسراء والمعراج والنبي شافه فتنة للناس. يعني فتنة للناس، يجي واحد زي إبراهيم عيسى لما يبص في الإسراء والمعراج يفتن. وضحت؟ يجي الناس اللي ارتدوا لما يبصوا في الإسراء والمعراج يفتنوا. وأي حد قلبه مريض هيجي يقرأ الإسراء والمعراج يفتن. تاني الموضوع ده مش سهل، أي حد في قلبه مرض وأي حد مفتون وأي حد عنده ارتياب أو شك أو أي مرض من أمراض القلوب لما تيجي تعرض عليه الإسراء والمعراج يفتن. اسمع تاني، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا إيه؟ فتنة للناس. فما نستغربش لما نلاقي حد يبص في الإسراء والمعراج ويفتن يقول لك ما فيش. وضحت كده؟ يعني واحد يقول لي هو إبراهيم إيه اللي حصل؟ فتنة. ده هي ده اختصار الوصف بتاع الرحلة دي، إن هي فتنة للناس. يعني إيه؟ بعض الناس هيعملوا زي أبو جهل وزي المسلمين اللي ارتدوا، وبعض الناس هيعملوا زي أبو بكر الصديق. الناس في الإسراء والمعراج يا هيبقوا كده يا هيبقوا كده. واضح؟ فما تستغربش. الملخص بتاع الإسراء والمعراج ايه؟ فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أنا خلصت يعني موضوع الإسراء والمعراج. في شوية حاجات بقى مسائل. أول حاجة نتكلم عن إيه؟ عن الشبهات. واحد زي الدكتور يوسف زيدان بيتكلم، وجابوه في التلفزيون وجي مع عمرو أديب، قال لك المسجد الأقصى مش اللي في القدس زي ما أنتوا عارفين، أمال؟ قال لك المسجد الأقصى ده ناحية الطائف، أمال المسجد الأدنى؟ يقول لك في مر الزهران. طبعا اللي جاي من المدينة هيعدي على مر الزهران وبعدين يوصل مكة وبعدين يعدي على الطائف، متخيلين معايا؟ فاللي قريب من المدينة المسجد الأدنى، يعني اللي بين مكة والمدينة في مر الزهران، وفي مسجد تاني بعد مكة في ناحية الطائف، قالك ده المسجد ايه؟ الأقصى. شفت؟ طيب واحد تاني زي الدكتور محمد عيسى داود فكر المشهور، قال لك المسجد الأقصى مش زي ما انتوا عارفين، امال ايه يا دكتور؟ قال لك المسجد الأقصى ده فوق في السماء، النبي شافه ليه في المعراج. انتوا بتبعدونا ليه كده؟ السؤال بقى، انتوا بتبعدونا ليه عن المسجد الأقصى ده؟ هنا السؤال، وده برضو ايه هيبقى تركيزي على النقطة دي كمان شوية. واللي نفى الإسراء خالص، قال لك الإسراء مش للنبي صلى الله عليه وسلم، ده لسيدنا موسى، يبقى ايه مش المسجد الأقصى؟ ما فيش إسراء خالص، ما فيش رأي أنا ما راحش خالص، تمام؟ وهكذا. حط دي جنب دي جنب دي. ايه الشبهات دي؟ انتوا ليه بتصرفونا على المسجد الأقصى؟ في ايه؟ في ايه اللي في يراد تصفية القضية دي؟ بعض الشبهات اللي حوالين المسجد الأقصى والقدس والرحلة ديت يعني. وفي شبهات تانية، موضوع ان هو كان في المنام بس او بالروح بس، ويعني لما نيجي للحديث النبي يقول ما مررت بملأ من ليلة أسري بيه إلا كلهم يقول يا محمد أمر أمتك بالحجامة. ليلة إيه؟ يعني النبي عايز يقول إن الإسراء في نفس الليلة بتاعت المعراج. ما هو الملأ دول فين؟
فوق. يعني لأن بعض العلماء يقول لك الإسراء ده كان في ليلة والمعراج في ليلة، لا الاثنين في ليلة واحدة. والبعض يقول لك لا ده كانت رؤية منامية، لا ده رؤية عين ورؤية يقظة. دي الرد على كل الشبهات، لأن الموضوع ده جمعت يعني عمل شبهات عند ناس كتير، كل واحد طلعت له شبهة مختلفة. ولذلك قلت لك ايه الاختصار، انه فتنة للناس. طيب ايه الدروس المستفادة؟ اول حاجة طبعا ان احنا نعرف منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفرح كده النبي اللي ربنا جعلنا من امته نمرة واحد في الكون، على الملائكة نمرة واحد، وعلى الانس نمرة واحد، وعلى الجن نمرة واحد، نمرة واحد على كل حاجة. فدي ما ننساهاش. نمرة اتنين نعرف منزلة الصلاة، هي اتفرضت خمسة فوق، كانت اتنين فرضين بس بقوا خمسة. فموضوع الصلاة مهم جدا يا جماعة ان احنا نهتم بزيادة الصلاة. طبعا احنا سمعنا الكلام عن الصوم عن الصيام، يبقى دي كلام عن الصيام وكلام كمان عن الصلاة، والصلاة أهم من الصيام. ومحتاجين ان احنا نقول الكلام ده عشان احنا دلوقتي في واقع فعلا في ناس كتير ما بتصليش كتير. تلاقي زوجة ما بتصليش وجوزها مش واخد باله، او واخد باله مش قادر عليها، او راجل كبير والدك او عمك ما بيصليش، او ابنك ومدوخك في الصلاة ما بيصليش، او من الجيران او فالنتيجة ان بقى عندنا عدد كبير من تارك الصلاة، وده امر خطير جدا. ومسؤوليتنا في الفترة القادمة ان احنا نكلم الناس عن الصلاة، اللي تعرفه ما بيصليش كلمه عن الصلاة عن الصلاة عن الصلاة، بحيث يبقى ايه مشروع قومي لنا جميعا ان كل الناس تبقى بتصلي. واحنا بنتكلم عن الصلاة والمعراج، الصلاة زمان كان الإسراء والمعراج ده موسم من المواسم، يعني العريس اللي خطب واحدة بيروح لها في، طبعا الإخوة القدامى الكبار في السن أكيد عملوا كده، أو يعني أو حتى ما عملوش، بس عارفين إن إيه إن ده كان موسم من المواسم. يعني إيه؟ يعني لازم العريس يروح لعروسته ويجيب لها الموسم طقم، يعني أي حاجة، ها؟ بطانية ده أي حاجة طقم ولا حاجة لسه موجودة يا انت عارف، بس خلاص اصل بعض الاخوة لما التزم خلاص ما عادش بيودي مواسم ولا حاجة ولا وتلاقي الحماه يقول له انت اخ انت ولا جبت لنا موسم ولا حاجة، انت هو في كده؟ فكان كان موسم اللي انا عايزه ايه بقى، وده كان حاجة لازم لازم لازم. يعني الحاجة العجيبة اللي أنا شفتها بقى في حياتي، يعني وأنا بتكلم الموضوع ده من زمان، إن قابل واحد رحت لخطيبتك في الصلاة والمعراج يقول لي آه رحت جبت خدت موسم معاك، آه خدت طقم كذا وكذا وكيسين فاكهة وبتاع، سامحوني ما بتجسسش على الناس ولا حاجة. أقول له فلان أنت بتصلي؟ يقول لي لأ. طب خطيبتك بتصلي؟ يقول لي لأ. ده الإسراء والمعراج أهم درس فيه الصلاة، لا هو بيصلي ولا خطيبته بتصلي، يا خبر. أمال إيه؟ أمال الموسم ده أنت عارف يوم الموسم؟ أنت عارف يوم الإسراء والمعراج؟ شفت أنا عايز أقول لك إيه؟ إن في موسم مهتم جدا وواخد موسم وراح لخطيبته، لا هو بيصلي ولا هي بتصلي، يا خبر. امال استفدنا من ايه من الإسراء والمعراج؟ امال احنا عارفين ايه من الإسراء والمعراج؟ ده من اهم الدروس موضوع الصلاه. طب يا اخي حتى بمناسبه الإسراء والمعراج صلي، وقول لزوجتك لخطيبتك تصلوا بعد كده، ويستفدنا من المناسبه والموسم كمان على جنب، يبقى ايه دنيا ودين؟ مفيش. عرفت؟ فمن الدروس المهمة ان احنا نعتني بالصلاة، صلاة الفرائض وصلاة النوافل. الصلاة يا جماعة الصلاة،
لينا كلنا خشوعها وأوقاتها وأدبها وأحكامها الصلاة، لأن من أهم الدروس في ليلة الإسراء والمعراج. الأمر الثالث هو منزلة المسجد الأقصى، وده محتاج شوية كده. المسجد الأقصى، القضية بتاعت المسجد الأقصى يراد تصفيتها حاليا، حاليا إن يصرفون عن المسجد الأقصى. هذا شفت فيديو لحد مسؤول كبير في دولة جنبينا يعني، طالع يقول، وهو مسؤول كبير وفي منصب حساس أو كان في منصب حساس، المسجد الأقصى ده مش بتاعنا، ده بتاع اليهود، ده حقهم والقدس بتاعتهم، حدش نزعهم. ده مش القذافي بالمناسبة، يعني واحد تاني. قال بقى المسجد الأقصى اللي يصلي في أوغندا كأنه صلى في المسجد الأقصى، احنا لنا مكة والمدينة وبس. ده مسؤول كبير وفي منصب حساس، مش عايز اقول بقى اكتر من كده، عشان وطالع بيصفي القضية. يقول لك احنا مالنا بالمسجد الأقصى ولا فلسطين ولا القدس؟ الله، ازاي يا راجل؟ دي قضية المسلمين الأولى حتى. قال لك لا، ولا أولى ولا عشرة ولا لنا صلة بيها خالص، ولا فلسطين ولا أهل فلسطين ولا القدس ولا المسجد الأقصى، ده بتاع اليهود، احنا لنا ايه؟ مكة والمدينة وبس. شفت القضية. وبعدين حط الخبر ده جنب تصرف تاني حصل من عدة شهور، لقينا ان الاخبار تواترت وهي صحيحة، يعني ان دولة من الدول برضو اللي جنبينا زي بعض، طبعوا مصحف جديد كل حاجة فيه بالظبط زي المصحف، ما عدا سورة الإسراء كاتبين عليها سورة بني إسرائيل. هي التسمية صحيحة، هي فعلا سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل، بس ليه؟ السؤال ليه انتوا اشمعنا دي في التوقيت ده عايزين تسموها سورة بني إسرائيل؟ انتوا عايزين وداننا تسمع بني إسرائيل؟ عايزين نتعود على بني إسرائيل؟ وعاوزين اللي قال ان الاسراء ده بتاع سيدنا موسى يبقى صح سوره بني اسرائيل؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين نسمي السوره باسمها؟ يا اخي طب ما ده حتى سوره براءه، سوره التوبه ما اسمها سوره براءه. عارف لو حط ايه كل سوره ليها الاسم البديل كنا قلنا عايزين يعلمونا حاجه جديده. كل المصحف زي ما هو الا سوره الاسراء شال الاسم وحط سوره براءة. حتى كلمه الاسراء عايزين ينسونا الإسراء والمعراج. أدي ده تصرف. جنب التاني اللي بيقول لك من لاش صالح بالمسجد الأقصى ولا القدس ولا فلسطين حتى. جنب التالت اللي بيقول لك المسجد الأقصى ده فوق. وجنب الرابع اللي بيقول لك المسجد الأقصى ده فين؟ بعد مكة عند الطائف. جنب الخامس يقول لك مش حاجة اسمها إسراء، ده الإسراء بتاع سيدنا موسى. جنب بقى الاحداث اللي انتوا عارفينها، موضوع التطبيع وصفقه القرن. ايه صفقه القرن؟ سيب القدس ودي لك مكان تاني. ما ليه؟ ما الدنيا ماشيه كده علشان القضيه دي البذل الاقصى ده يروح من عندنا وننساه وخلاص. لذلك بنقول يا جماعه لا، المسجد الاقصى يهمنا جامد جدا جدا. اولا كان القبله الاولى، ده القبلة الأولى، وكان ممكن المسلمين يصلوا للكعبة من أول يوم، لا ده ربنا اختار إن تبقى القبلة الأولى ناحية المسجد الأقصى وهو أسير، وتحولت القبلة وهو أسير برضو. عايز أقول إيه؟ إن المسجد الأقصى لفتة للمسلمين، إن قبلتكم الأولى المسجد الأقصى وبعدين تحولت للكعبة، وبعدين الإسراء والمعراج يبقى عند المسجد الأقصى. ما كان ممكن من النبي يعرج به مباشرة من مكة للسماء، ممكن من مكة للسماء. ليه بيت المقدس وليه المسجد الأقصى؟ عشان أهميته، عشان الأمة تقول المكان ده مهم مهم، فرطش فيه. غير كده أن النبي يتكلم عنه كتير، بين لنا أهميته. النبي يقول في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا، دي هم الثلاثة مع بعض.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة في المسجد هذا بألف، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. النبي بيبين لنا المسجد الأقصى مذكور، والنبي تكلم عنه في مناسبات عديدة، في مناسبات عديدة، والنبي حث الصحابة ان هم يروحوا ائتوه فصلوا فيه، فمن لم يأته فليهدي له زيتا يسرج فيه. اللي يقدر يروح يصلي فيه يروح، اللي ما يقدرش يبعث له زيت ينوروا به المسجد. يعني المهم النبي يقول لنا ده مهم، ما نجيش نقول ما يهمش، مش مهم، مش بتاعنا، ملناش فيه. ازاي؟ امال النبي قال الحديث دي ليه؟ والنبي اتكلم عن المسجد الاقصى في التاريخ، قال لا تزال طائفه من امتي على الحق على الدين ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاواء حتى ياتيهم امر الله يوم على ذلك. قال رسول الله اين هم؟ قال بيت المقدس، واكنا في بيت المقدس. هتفضل طائفه في بيت المقدس وحوالين بيت المقدس يقاتلون على الحق وعلى الدين. يعني بيت المقدس ده مهم جدا، وصلب طبعا عبر التاريخ قبل كده، راح من المسلمين 88 سنة أيام الحروب الصليبية سنة 495، راح المسجد الأقصى. مين اللي خده؟ الصليبيين، وعملوا فيه مجازر، والدم بقى للركب، تبحوا من المسلمين آلاف مؤلف في المسجد الأقصى، ودخلوا بالخيول، وبقى الدم لحد الركب بتاعت الخيول في المسجد الأقصى، عملوا مذبحة وحولوه بعد كده لاسطبل، اسطبل حصنة وخنازير، وقعد مع الصليبيين 88 سنة لحد ما ربنا قال الأمر صلاح الدين وحرر بيت المقدس، ونظفوا المسجد وطهروه، وكان تحرير المقدس في شهر رجب برضو 27 رجب بعد 88 سنة، ورجع للمسلمين فترات طويلة جدا لحد ما راح تاني لليهود المرة دي مش للصليبيين. امتى؟ سنة 67، لان اليهود لما اعلنوا قيام دولتهم سنة 48 ما خدوش كل فلسطين، ده خدوها في حرب النكسة، هي يسموه كده النكسة. ضاعت طبعا، ضاعت مننا سينا، وضاعت الجولان من سوريا، وخدوا القدس سنة 67، وإلى يومنا هذا والقدس إيه؟ أسير. المسجد الأقصى أسير. يبقى مرة خدوه الصليبيين وبعد 88 سنة اتحرر، ومرة خدوه اليهود وهيتحرر بعد قد إيه؟ مش 88 سنة زي الأقل، 55. الراجل ده بينكشني الحاجة كده، بس انا مش هتجاوب معاه يعني، بس يعني مش هرد بقى عشان ايه الكلام. قريب رجع الخلافة تاني، وبيت المقدس هيتحرر، والمسجد الاقصى هيرجع تاني. والنبي قال في الاحاديث يعني عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، فتح قسطنطينية خروج الدجال. والنبي حط ايده على ابن حوالة كده وقال له يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والفتن والبلايا وعظائم الامور. دي المرة التانية الخلافة رجعة تاني وهتنزل الأرض المقدسة وهتبقى العاصمة، عاصمة الخلافة الإسلامية القادمة القدس، الخلافة الأموية كانت العاصمة بتاعتها دمشق، والعباسية بغداد، والعثمانية الأستانة اسطنبول،
والخلافة اللي جاية العاصمة بتاعتها القدس إن شاء الله. القدس المسجد الأقصى حاليا في خطر شديد. إيه الخطر؟ أولا ديفيد بن غوريون قال لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. خلاص كلام واضح كده من أول خالص، من أول بن غوريون من البدايات بتوعه قال إسرائيل أهم حاجة القدس وخدوها، وقال برضو ولا قيمة القدس إلا بالهيكل، ودلوقتي شغالين علشان يبنوا الهيكل. فين وإزاي؟ فين وإزاي؟ أولا يا جماعة عايزين نصحح حاجة، إن المسجد الأقصى مش قبة الصخرة، مش المبنى اللي عليه القبة الذهبية، ولا المسجد اللي في القبلة. المسجد الأقصى هو كل المساحة اللي جوه السور، اللي جوه السور. ولما النبي أسري به إلى المسجد الأقصى وما كانش فيه مباني، بس كان فيه محاريب للأنبياء، آثار الأنبياء، هنا في عمود، هنا في محراب، هنا في كذا، الحاجات دي موجودة. والمسجد الأقصى هو كل المساحة اللي داخل السور 144,000 متر. حاولوا برة يجسوا نبضنا، فقالوا حيبنوا الهيكل مكان قبة الصخرة، والناس قالوا اه مش عارف ده المسجد الأقصى، قال طب بلاش بلاش هنبني جنب منه، ما ينفعش جنب منه برضه. وبعدين مرة عايزين يبنوا مطرح المسجد القبلي اللي قدام العمري وغيره، فالناس قالوا لا، طب بينهم دلوقتي في حفريات تحت المسجد الأقصى، حفريات وأنفاق علشان يقع. وعندهم جماعات للهيكل، مجهزين الهيكل بتاعهم، مجهزين المباني الخرسانية، جاهزة التركيب، جاهز ومصبوب وكل حاجة، مستديين ساعة الصفر، عايزين يبنوا الهيكل جوه. ودلوقتي بيدخلوا المستوطنين في زيارات متكررة وكتيرة، وبيفكروا يا إما يقطعوا حتة مكان جوه المسجد الأقصى ويخلوه لليهود، يبقى ايه حتة لليهود وحتة للمسلمين، أو بيفكروا إن هم يقطعوا زمن، يعني ايه يخصصوا للمسلمين مثلا 3-4 أيام ولليهود 3-4 أيام، والأيام اللي هيخش فيها اليهود المسلمين ما يخشوش. تمام؟ يا إما عايزين يحتلوه زمانيا كم يوم في الأسبوع، أو مكانيا يخصصوا حتة لليهود وحتة للمسلمين، أو إن هم يهدوا من نتيجة الأنفاق، وهم يا جماعة شغالين على قدم وساق. تمام؟ وبعدين المشكلة بقى فين؟ إن هم عندهم الملك بتاع اليهود اللي هيحكم العالم، يقول لك ده مش هيجي الا الهيكل لما يتبنى. طولنا شويه؟ طيب. قالوا الملك بتاعهم مش هيجي الا الهيكل لما يتبنى. الملك بتاعهم مسيح الدجال. فعاوزين يبنوا الهيكل عشان يجي المسيح الدجال. ومستنين البقرة، وموجودة البقرة الحمراء اللي تسبق وجوده، فهم بيعدوا المسرح الآن لهدم المسجد الأقصى الآن. وبيتكلموا كتير ان هم يمكن يهدموه خلال السنتين اللي جايين دول. ماذا لو تم هدم المسجد الأقصى؟ ماذا لو؟ هم قبل كده حرقوه سنة 69. ماذا لو؟ لو هدم المسجد الأقصى في الظروف الدولية والإقليمية حاليا وظروف المسلمين،
وهم بيقولوا خلال سنتين ولا حاجة، وإحنا بنقول إن شاء الله الموضوع قريب ويعني هيجي الفرج. هقول لك بقى كلمتين بسرعة عشان الوقت كده إيه يعلم بقى. القدس هتتحرر إن شاء الله، بس مين أول حد هيحررها؟ خد مني الكلام، دخله هنا وطلعه من هنا. أنا أقول لك ماذا لو افرض في وسط موضوع روسيا وأوكرانيا والصين احتلت تايوان ومش عارف ايه، وجاب اليهود حربوا ايران، ضربوا ايران مثلا، او هدموا المسجد الاقصى، الحاجات دي، وايران دخلت عليهم، او حزب الله، واحنا عارفين اللي بين حزب الله وبين اليهود، افرض دخلوا عليهم القدس، احنا موقفنا هيبقى ايه؟ انا هقول لك بس وحاسب لك الاجابه علشان الوقت ازف. ماذا لو؟ يعني هل ممكن إيران أو الشيعة، لأن هم لهم دراع جوه فلسطين، لهم شيعة، أو حزب الله، أو حتى إيران مع احتكاك كل حاجة، ممكن يخشوا هم؟ ممكن. إيه موقفنا؟ ده سؤال خليه على جنب، بس أنت خد بالك منه وخلاص. طب هل ممكن حد غير إيران؟ ممكن حماس؟ ممكن. طب ممكن حد تاني؟ ممكن مصر؟ ممكن مصر تخش وتحرر مصر أصلا. يعني مين؟ ما الله أعلم، ما عرفش مين. ده لما تمهيد للخلافة اللي هتيجي، مش يعني ممكن أحداث كتيرة تحصل. مصر وارد، حزب الله وارد، حماس وارد، ما عرفش مين، والأردن، العراق، مين اللي هيخش؟ لسه أحداث جاية. وحال اليهود هينجحوا إن هم يهدوا المسجد الأقصى ولا لأ؟ احداث جاية. المطلوب مننا بس ان احنا نبقى واعيين منتبهين، والقضية دي يا جماعة نثيرها كتير في المشاركات بتاعتنا، خصوصا على الانترنت، الفيسبوك وغيره. تاني ليه؟ انا اقول لك ليه بسرعة، واسمع المثل ده وما تنسوش. لو في حرامي 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 في الحته وهيسرق بيت، وانت مش قادر توصله، مش قادر تنزل له، حتى مش قادر تنزل له، مش قادر تعمل له حاجه، بس من البلكونه عمال تقول له يا حرامي انا شايفك حرامي حرامي، هيعمل ايه؟ هيخاف ويجري، لان انت ما قلتلوش حاجه، ان انت عمال تقول انا شايفك انا هبلغ عنك انا شفتك، كل انت عمال تصيح على الحرامي، يمكن ده اللي انت قدرت تعمله. تاني، لما احنا نصيح على اليهود، شايفينكو حاسين بيكو، عارفين بتعملوا ايه، القضية دي بتاعتنا ما ماتتش ما راحتش، المسجد الاقصى بتاعنا والقدس بتاعتنا، كل ما يلاقوا الامة صاحية بس خلصت. أنا وصلت الرسالة؟ تاني، المطلوب منكم ايه؟ المشاركات على اوسع نطاق، مسجد الاقصى بتاعنا، المسجد الاقصى اهميته، المسجد الاقصى، القدس لنا، قدس عربية، قدس اسلامية، فلسطين اسلامية، فلسطين عربية، طول ما احنا عملنا النادي ده اللي نملكه، والحرامي طول ما احنا بالنادي ومنصيح هيخاف. بس الإسراء والمعراج كانت مناسبة ان احنا نتكلم فيها ونقول بعض الدروس المستفادة، بعض المواقف وبعض الدروس، ويعني الفترة القادمة ان شاء الله نصحصح وننشر بعض المسائل اللي احنا قلناها. انا سامحونا من الاجابات على الاسئله وكده، جزاكم الله خيرا، وانتم كتر خيركم ان انتم صبرتوا يعني، واتمنى ان نكون يعني استفدنا حاجه، ونلتقي دائما على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.